والربع من صوت لبنان مع تحية دعاء حمصي نوال ليشع والمخرج رودريك نمنوم. عناوين النشرة: بدء الخطوات التنفيذية لسادر، والمؤسسات المالية تؤكد التزاماتها، لكن ما في شروط، ولكن الدولة اللبنانية بمؤتمر سادر أقرت جملة من الإصلاحات اللي التزمت فيها، وبالتالي المجتمع الدولي رح يتابع هذا الأمر. الكهرباء في التقنين السائرة حتى الآن، والمجلس الاقتصادي على خطى سادر. مرحلة جديدة، كنا للعمل، كنا حابين نشتغل. دار الفتوى ترد على الحسن وتعلن رفضا مطلقا لمشروع الزواج المدني. حزب الكتائب يجدد لرئيسه النائب سامي الجميل وينتخب أعضاء مكتبه السياسي. صار عندنا انتخابات لمركز الرئيس يلي طبعا فاز فيها رئيسنا سامي الجميل. لافروف: حل الأزمة السورية وفق مسار الأستانة، وخامنئي يتهم الدول الأوروبية بالخداع. بيقولوا الواحد ما بيعرف شو مخبي له بكره، بس مش احسن اذا هو خبى لبكره؟ بلش جمع ببرنامج سيف فيوتشر من الاعتماد اللبناني للتامين واعاده التامين، ابتداء من $20 بالشهر مخصومين مباشره من حسابك المصرفي، وامن لتقاعدك بالمستقبل. للتخلص من اوجاع المفاصل والاحتكاك في الرقبه، الورك، الاصابع او الركبه، ميجا هيرب من ماريناس يساعد على إعادة بناء غضاريف جديدة في المفاصل والفقرات، ويعطيك ليونة في الحركة، ويساعدك على التخلص من الألام المبرحة. متن الغضاريف والمفاصل بواسطة منتج ميجا هيرب من ماريناس. ميجا هيرب من ماريناس، كبسولات الجيلاتين النباتي لتقوية الغضاريف وتخفيف ألام الاحتكاك. مرخص من وزارة الصحة ومتوفر لدى الصيدليات. للاستعلام 70 444 444. دخلت الحكومة مباشرة في أول يوم معترك ملفي سادر والنازحين السوريين، قبل أن يسجل موضوع الزواج المدني اختراقا في منظومة القضايا الأكثر خلافية. فاجتماع رئيس الحكومة سعد الحريري في السراي مع ممثلين عن الصناديق العربية والأوروبية والدولية والمؤسسات المالية يهدف إلى وضع الخطوات التنفيذية وتلمس استعدادات المانحين لتمويل المشاريع الملحة قبيل زيارة الموفد الفرنسي بيير دوكان المقررة في الأسبوع المقبل. ولن يكون سرا أن أموال سادر ستكون موضع تجاذب في ترتيب أولوية المشاريع. أما ملف النازحين السوريين فأطل عبر فتح أقنية مع النظام السوري في ضوء زيارة رسمية.